حبات الليلادي في النقطة؟ يعني حبات الليلادي في النقطة؟ أنا ما تعودتش أنام غير في أوضتي. ممكن تكتني وتنقطينا بسكاتك؟ ما أقدرش أبات بره أبداً، ماما تقلق عليا. طب وحياة ماما يا روح ماما؟ لا أنت بقيت هنا لحد بكرة الصبح لما تترحلي مع المشبوهين. لا شو بقى ما أقولها؟ لازم تعرف أنت بتكلم مين. أنا صديق شخصي لرشاد بيه، مفتش المباحث. يا حبيبي خبطني يا غفير، ما تتهزش كده، خليك تجيل. بجد منظرك ده صديق شخصي لسعادة البيه المفتش؟ ده حبيبي الروح بالروح، ده متربي معايا من واحنا قد كده هو. طب اسمه رشاد بيه ايه بقى يا فالح؟ نعم حبيبي. بقول لك يا نصاب انت، اسمه رشاد بيه مين؟ ما تقول ولا فرحة بس الدبسين. اسمه رشاد بيه البتاع. يا نهارك اخبر وليلتك سودة، بقى البيه المفتش اسمه البتاع. عجبك كده يا ست بتاع؟ ده احنا هنترمي في البتاع. وانا اعمل لك ايه بس؟ مش انت اللي قلت لي تكلمي؟ صح انا غلطان. فوق قدام منك ليه؟ ده انتوا لفوا طين قمه. فوق. الو اديني مديريه الامن. الو ايوه يا مديريه، حضره المفتش رشاد بيه موجود؟ اروح ومش هيجي الا بكره الصبح. طب اسمع يا مديريه، هقول لك على حاجه لما يجي بكره الصبح تبلغها له، بس قول لي الاول هو اسمه رشاد بيه ايه؟ ايوه فندم. واحد مجنون ومعاه واحد اجن منه، بيكلموني عن واحد هتشيني النهارده وعن قتيل ما اتقتلش. هما فين؟ راحوا فين؟ محجوزين في مصر المزلقان يا فندم. طب اسمع، اطلب للنقطه حالا وحول المحكمة على مكتبي. مفهوم؟ حاضر يا فندم. ساكت سامي. ايه؟ خلاص؟ انا بريء بيها. انا ما قتلتش حد. انا بريء والله، ما قتلتش حد. انا بريء بريء بريء. لسه في اجراءات طويله جدا ومفيش وقت. مذنب سامع تكرير البطلون يا فندم. تمام يا فندم. يا غرام. ملخص حكم محكمه جنايات القاهره في قضيه 675 لسنه 83 ضد الشقي سامي عبد الكريم البتلوني، بناء على حكم محكمه جنايات القاهره ضد الشقي سامي عبد الكريم البتلوني في القضيه 675 لسنه 83 بالاعدام شنقا لانه ارتكب جنايه قتل خصوصي السيد خصوصي في 23 اكتوبر سنه 83 عمدا مع سبق الاصرار والترصد. وقد طعن المتهم المذكور بالنقد، وقضت محكمه النقد بعدم قبول الطعن شكلا وموضوعا، وقد تحددت الساعه 800 من صباح اليوم لتنفيذ الحكم. تمام يا فندم. عاوز حاجه يا سامي؟ أشهد لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. تمام يا فندم، لحظة يا فندم، في شغل من نادر عني، بوقف تنفيذ الحكم، وقعدت تعملها يا فندم. أوقف التنفيذ. ألو كده؟ طيب انا متشكر، الحمد لله في اللحظه الاخيره. الحمد لله الحمد لله. بس سامي هيفضل محبوس لحد ما يتحاكم هو والمقاول.
بتهمة الغش والاختلاس. الحمد لله. اهو كده تبقى ريحت ضميرك يا خصوصي. يلا بقى نروح نتجوز. الحمد لله. يلا تتجوزوا ايه؟ انت لسه يا استاذ هتتحاكم بتهمة ازعاج السلطات وتلفيق الادلة انت واللي اشتركوا معاك، وما تنساش كمان سرقة الحمارة. الحمد لله. ايه ده؟ يعني انا هتحكم عليها قد ايه؟ يا رب تكون مدة طويلة عشان الحق اعمل فستان الفرح. الحمد لله الحمد لله.